عرب اسمعوا جيدا، معكم لا نريد صلحا، والأغنية كما هو معلوم فلتحترق قريتكم. هو يأكل جبن الماعز وله لحية تملأها البراغيث، هو ليس بنبي، ليس سوى مجرد عربي، كان يعمل في البنيان حتى في شهر رمضان، يحمل هوية برتقالية، محمد شاذ جنسيا. محمد مات، محمد مات. أي قهر أن تسمع هازج هؤلاء القذرين، وأين في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، على أبوابه وداخل أسواره، بدءا من مسجد عمر بن الخطاب ومرورا بقبر شداد وانتهاءا بشارع صلاح الدين. فقد لو يعلم بذلك الملك رئيس لجنة القدس الدولية، أو الملك صاحب الوصاية الهاشمية، أو ملك مكة والمدينة النبوية، أم أنهم يعلمون ويسكتون ولذلك يتجرؤ على مقدساتنا أولئك الغوغاء القمئون. يوم شلايم ليوتن خوش.